بسم الله الرحمن الرحيم. أبنائي التلاميذ السلام عليكم. نستكمل التمارينات الخاصة بوظف تعلماتي الخاص بدرس الحساب على الجذور. تابع التمرين رقم 11، يقول حل كل معادلة مما يلي: x مربع يساوي 81، x مربع يساوي 2.89، x مربع يساوي 361، x مربع يساوي 0، x مربع يساوي ناقص 16. دونك هذه معادلات من الشكل x مربع يساوي a. x مربع يساوي a. كي تعود عندك x مربع يساوي a ويكون عندك ال a هذاك عدد موجب، مثل ما هو الحال هنا وهنا وهنا، موجب او يساوي الصفر كيف كيف، وهنا نقول معادلة تقبل حلول. إذا كانت يساوي الصفر يعني عندها حل واحد هو الصفر. إذا كان العدد موجب تقبل حلين متعاكسين. إذا كانت المعادلة x مربع تساوي ناقص 16، نعرفوا بلي مربع عدد هو عدد موجب، إذا x مربع يساوي ناقص 16 هي معادلة لا تقبل أي حل. دونك بالنسبة ل x مربع يساوي ناقص 16 نقول المعادلة لا تقبل أي حل. الإكس مربع يساوي الصفر، المعادلة تقبل الحل اللي هو الصفر، لأن مربع الصفر هو الصفر. بالنسبة لإكس مربع يساوي 81، هنا نقول دونك تمرين 11، ألوغ إكس مربع يساوي 81، هكذاك قلنا تقبل حلين المعادلة، تقبل حلين المعادلة، تقبل حلين متعاكسين. الحل الأول إكس واحد يساوي جذر 81، والحل الثاني x2 هو معاكس x1 يساوي ناقص جذر 81. هنا يساوي 9 وهنا يساوي ناقص 9. داكور، دونك عندنا حلين متعاكسين. بالنسبه لx مربع، دونك هذه هنايا x مربع يساوي 2.89، دونك رايحه تقبل ايضا حلين متعاكسين. المعادلة تقبل حلين متعاكسين، لماذا؟ لانه هنا اكس مربع تساوي عدد موجب. الحلين المتعاكسين هما اكس واحد يساوي جذر 2.89، والحل الاخر يساوي هو المعاكس نتاع الإكس واحد هو 2.89. نجيو هنا نحجزو على الآلة الحاسبة الجذر 2.89 يساوي 1.7، وهنا بالطبيعة مادام عندك ناقص الجذر يعني ناقص 1.7. بالنسبة للمعادلة x مربع يساوي 361، راح دير نفس الشيء، راح تحجز جذر 361، عفوا جذر 361 يساوي 19، إذا عندك حلين 19 وناقص 19. دونك x مربع يساوي 361، دونك عندنا حلين x1 يساوي جذر 361 ويساوي 19. الحل الثاني x2 هو ناقص جذر 361 اللي هو ناقص 19. اذا عندك حلين متعاكسين واش بقى؟ x مربع يساوي 0، دونك عنده حلين x1 يساوي x2 يساوي 0. داكو، بالنسبه لx مربع
يساوي هذاك العدد السالب ناقص 16. نقول هنايا المعادلة لا تقبل أي حل. لماذا؟ لأن إكس مربع أكبر أو يساوي الصفر، وناقص 16 هو عدد أقل من الصفر. دونك لا يمكن أن يكون عدد معدوم ولا موجب يساوي عدد سالب. هذا بالنسبة للتمرين رقم 11، تطبيق سهل. بالنسبة للتمرين 12 واش يطلب؟ التمرين 12 يقول، واش يقول التمرين 12 الأولاد؟ حل كل معادلة مما يلي: إكس مربع يساوي 2، دونك إكس يساوي جذر 2، إكس واحد يساوي جذر 2، وإكس 2 يساوي ناقص جذر 2. دونك عندنا هنايا هذا التمرين 12، إكس مربع يساوي 2، دونك المعادلة تقبل حلين. لماذا؟ لأنه هنايا الأ هو موجب، إكس واحد يساوي جذر 2، إكس 2 يساوي ناقص جذر 2. هذو هما الحلين نتاع المعادلة. إكس مربع يساوي 1، إكس مربع يساوي 1، دونك عندنا المعادلة الثانية تقبل حلين: إكس واحد يساوي جذر 1، إكس 2 يساوي ناقص جذر 1. إكس مربع يساوي ناقص 1، إذن هنا معادلة لا تقبل، لا يوجد حل لهذه المعادلة. إكس مربع يساوي ناقص 1 مربع، إكس مربع يساوي ناقص 1 مربع، ناقص 1 مربع هي 1. دونك هنا إكس واحد جذر 1 الحل الأول، والحل الثاني هو المعاكس تاع جذر 1 وهو ناقص جذر 1. بالنسبة ل إكس مربع يساوي 1 على 4، دونك إكس واحد مادام هذا موجب عندها حلين: جذر 1 على 4، وإكس 2 يساوي ناقص جذر 1 على 4. مادام هذو موجبين، إكس واحد نقوله يساوي جذر 1 على جذر 4 ويساوي 1 على 2. إكس واحد يساوي 1 على 2، إكس 2 يساوي ناقص 1 على 2. دونك هذه المعادلة عندها حلين: 1 2 وناقص 1 ناقص 1 على 2. دونك نزيدو نشوفو بالنسبة ل إكس مربع يساوي، إكس مربع يساوي 48 على 49. دونك هنا واش عندك؟ عفوا، إكس واحد يساوي جذر 48 على 49، ها، وإكس اثنين يساوي المعاكس تاعو. دونك واش يساوي هذا؟ هذا يساوي مادام هذا موجب هذا موجب، نقولو جذر 48 على جذر 49. هذا واش يساوي؟ جذر 48 مكانش عدد ترفعو، مربع يعطيك يبقى كيما راهو، هو عدد غير ناطق. جذر 49 هو 7. دونك إكس واحد يساوي جذر 48، وإكس 2 واش يساوي؟ يساوي المعاكس تاع إكس واحد، ناقص جذر 48 على 7. هذو الحلين نتاع المعادلة
الأخير. فوالا، دونك بالنسبة للتمرين 13، حل كل معادلة مما يلي: 3 ناقص إكس مربع يساوي الصفر، وثلاثة زائد إكس مربع يساوي الصفر، وواحد ناقص إكس مربع يساوي الصفر. بون، حل كل معادلة راح نقسمو هكذا هكذا. بون، عندنا المعادلة الأولى ثلاثة ناقص إكس مربع يساوي الصفر، دونك هذا التمرين 13 صفحة 26، وعندك دونك ثلاثة زايد إكس مربع يساوي الصفر، وواحد ناقص تسعة إكس مربع يساوي الصفر. نحلوهم. بون، تبع هنايا باش نحلو هاد المعادلة واش نديرو؟ أنا نحب نصيب إكس مربع، نصيب الشكل إكس مربع يساوي أ، إكس مربع يساوي أ. دونك لاحظ مليح، هنا هنا واش راح ندير؟ راح نزيد إكس مربع هنا وإكس مربع هنا، نزيد نفس القيمة لطرفي المعادلة وطرفي المساواة، لا يتغير شيء. دونك نكتب ثلاثة ناقص إكس مربع زايد إكس مربع يساوي صفر زايد إكس مربع. دونك زدت إكس مربع من هنا من هاد الجهة وإكس مربع من هنا، علاه؟ باش هنايا ناقص إكس مربع تعطيني الرقم ثلاثة فقط. دونك واش تبقى لي هنايا؟ ناقص إكس مربع زايد إكس مربع تروح تعطيني الصفر، وتبقى لي ثلاثة. ثلاثة يساوي صفر زايد إكس مربع هي إكس مربع. دونك أنا عندي معادلة من الشكل إكس مربع يساوي أ، إكس مربع يساوي ثلاثة. الأ هنا موجب، الأ هنا راه موجب، داكوغ؟ دونك عندنا حلين، إكس واحد يساوي الحلين ولا الحلان هما إكس واحد يساوي جذر ثلاثة، إكس اثنين يساوي ناقص جذر ثلاثة. نجيو لهاد المعادلة، ثلاثة زايد إكس مربع يساوي صفر. باش نصيب المعادلة على شكل إكس مربع يساوي أ، واش راح ندير من هنايا؟ راح هنا نزيد ناقص ثلاثة، وهنا نزيد ناقص ثلاثة. دونك شوف مليح، عندي ثلاثة زايد إكس مربع يساوي صفر، هنا نزيد ناقص إكس مربع، عفوا هنا ناقص ثلاثة، عفوا ناقص ثلاثة، ناقص ثلاثة يساوي، والصفر هنا ناقص منه ثلاثة، يعني من الجهة هذي ناقص ثلاثة ومن الجهة هذي ناقص ثلاثة. ثلاثة ناقص ثلاثة تعطيني الصفر، تبقى لي إكس مربع. أنا باش نلحق للشكل إكس مربع يساوي أ، إكس مربع يساوي ماذا؟ هنا عندك ناقصة، داكوغ؟ تنقص عدد من وتنقص عدد من، تبقى لك المعادلة صحيحة. إكس مربع، إكس مربع يساوي ناقص ثلاثة، هذه المعادلة. درك هل تقبل حل؟ المعادلة تكتب هذا الشكل. الآن هل تقبل حل؟ قلنا هذه المعادلة لا تقبل حل، لا تقبل أي حل، عندهاش حل. لماذا؟ لأنه إكس مربع أكبر أو يساوي الصفر، وناقص ثلاثة هو أقل من الصفر، صح؟ يعني مربع أي عدد لازم يكون موجب أو معدوم، ناقص ثلاثة راهو سالب، دونك ما يقدرش يكون عدد معدوم ولا موجب يساوي عدد سالب، هذا غير ممكن. دونك نجيب المعادلة هذه، واحد ناقص تسعة إكس مربع يساوي الصفر، واش نديرو باش نتحصل على إكس مربع؟ تبع مليح، هنا واش راح ندير؟ أول هم راح نزيد تسعة إكس مربع من هنا وتسعة إكس مربع من هنا. واش نكتب؟ نكتب واحد ناقص تسعة إكس مربع زايد تسعة إكس مربع يساوي الصفر. مادام زدت هنا تسعة إكس مربع، نزيد من الجهة الأخرى، كلي ما درت والو، كلي ما درت والو، نزيد من طرف المعادلة، تبقى المعادلة نفسها ولا المساواة نفسها. دوك شوف هنا، ناقص إكس مربع زايد تسعة إكس مربع تساوي الصفر، تبقى لك هنايا الواحد يساوي ماذا؟ صفر زايد تسعة إكس مربع هي تسعة إكس مربع. بون، مازال ما وصلتش للشكل إكس مربع يساوي أ، واش ندير هنايا؟ بون، باش تشوفها مليح، تسعة إكس مربع يساوي واحد،
راك معايا؟ دوك هنا باش نصيب اكس مربع نقسم الطرفين المعادله على على 9. داكوغ، واش راح ندير؟ قسمه 9، قسمه 9. 9 على 9 واحد، واحد اكس مربع، واحد اكس مربع يساوي واحد على 9. هذا هنا موجب، اذا المعادله لها حلين، المعادله لها حلان متعاكسان وهما اكس واحد يساوي جذر واحد على 9 ويساوي جذر واحد على جذر 9 ويساوي واحد على 3 واكس اثنين يساوي ناقص واحد على 3. اكس واحد هو واحد على 3 واكس اثنين هو ناقص واحد على 3. دونك هذو هما الحلول نتاع هذا نتاع هذا المعادلات الثلاث اللي عندك في التمرين رقم 13. داكوغ، دونك نوقفوا هنا لا فيديو باش ما تجيش طويله، ونلتقي ان شاء الله بالنسبه للتمارين المتبقيه في فيديوهات مقبله، والسلام عليكم.